يعني عندكم عندكم في المطبوعة زيادة الإيمان ولا نقصان؟ بعطيتهم المطبوعة. أي في الإدارة. ولاية الولاية، الآن البحث في الولاية، ولاية الله وبما تكون. قال المصنف: والمؤمنون كلهم أولياء الرحمن وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن. معي ولا؟ معي. إيش قلت؟ ولاية الله وبما تكون. طيب، قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله، ما عاد مش في المطبوعة، خلى المطبوعة على شيء، الآن نكتبه. مسألة الإيمان زيادته ونقصانه عندكم في المطبوعة. طيب، قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. سورة يونس الآية 62 و63. طيب، واضح. والأنبياء هم خير وأفضل الأولياء، وهم أكمل المؤمنين إيمانا. وتقوى. وكذلك أتباعهم من المؤمنين طيب، وكذلك أتباعهم من المؤمنين كلهم أولياء لله. قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الآية 69 سورة النساء. طيب، وطبقات الأولياء اثنان إجمالا: مقربون ومقتصدون. المقربون شكون؟ هم الذين يفعلون الفرائض والنوافل والمستحبات ويجتنبون المحرمات والمكروهات وفضول المباحث وفضول المباحات، يعني حتى المباحات يتركونها، وهم المسارعون في الخيرات. والمقتصدون هم الذين يؤدون الفرائض ويجتنبون المحارم وليس لهم تمييز في النوافل، يعني ليس لهم كثرة عمل في النوافل، لا يزيدون على ما قيل عنهم، لا يعني أنهم لا يقومون بالنوافل، يصلون مثلا الشفع والوتر، يصلون العيد، يصلون كذا، فيعني لا يعني أنهم ليس عندهم تميز في النوافل، إنما عندهم نقص في النوافل. طيب، هذا بالنسبة للمقتصدون. نقول: فالمؤمنون هم أولياء أو هم أولياء الله وهو وليهم. كما قال تعالى: الله ولي الذين آمنوا. وقال تعالى أيضا: والله ولي المؤمنين. والكافرون الله عدوهم
قال تعالى فإن الله عدو للكافرين. وقول المصنف وأكرمهم عند الله أطوعهم، أي أكرم أولياء الله عند الله هو الطائع، أي أكملهم طاعة وامتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي، أكملهم طاعة وامتثالا للأوامر واجتنابا للنواهي. طيب، وقال وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقرآن، أتبعهم للقرآن. لأن من كان أطوع فهو أتبع، ومن كان أتبع فهو أطوع. فهمنا؟ ولا طاعة إلا باتباع القرآن. كيف يكون مطيعا وهو مخالف للقرآن؟ فلا بد أن يكون متبعا للقرآن حتى يكون مطيعا. وما صار مطيعا إلا لما تبع القرآن، هذا المعنى. فهمنا؟ قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمؤمنون يتفاضلون في هذه الولاية. طيب، واتباع القرآن يكون بامتثال ما فيه من الأوامر، واجتناب ما فيه من النواهي والزواجر، والعمل به. والإيمان بمحكمه ومتشابهه، قال تعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم، ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء لعلكم تذكرون. سورة الأعراف. واضح؟ إذن أهل الإيمان يتفاضلون في إيش؟ في الولاية. إحنا نبحث في الولاية. واضح؟ فولاية الله تعالى تنال بالإيمان والتقوى والطاعة والاتباع. ولاية الله تعالى تنال بالإيمان والتقوى والطاعة والاتباع. والناس يتفاضلون، أي والمؤمنون، خلينا نقول والمؤمنون يتفاضلون في الولاية. طيب، قال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون. واضح؟
فكل مؤمن تقي فهو لله ولي. فبقدر ما عند العبد من إيمان وتقوى بقدر ما تحصل عليه من الولاية. واضح؟ من هذا نرد على من يزعم أن إنسان قد يكون مجنون يقول لك ولي. إحنا عندنا واحد في البلاد الله يرحمه كانوا يقولون لنا إنه فقير، حاش معناتها فقير؟ ولي يعني يدخل البحر ويخرج شايح مش مجنون، وبحمد الله ما فهم شيء منه. كيفاش هو غير مكلف يكون وليا؟ كيف يكون هذا؟ شيء ما برشا سيدي المسيح. اي طيب انا المنو من شيعه خصا في اوقات الجهل. ها؟ احنا عندنا في تونس كل شيء يعملوا فيش بلا فيه يعني باستمرار ومسلسل ويذهبون الى الزاويه يتعبدون وقد ما في سوق العدل. موجود الرجل هذا التو؟ لا هو ماذا؟ اما معناها مازال كي درويش. اي قلت لك مسلسل ومهبول مسكين ولا يلبس ثيابا بتاتا. بالله. ونفس العبد موجود نعمهم شويه جدا. ويمشوا تشد له الريحان؟ اللي يسكنوا غاديك الكل يقدسون المكان الذي يسكنوا فيه وهم معناها اساتذه ومعلمون ومهندسين وناس معناها يسكنوا غاديك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شيء عجيب هذا. طيب أنا ما اشتبهت منين يقول ربي سبحانه وتعالى في قوم إبراهيم قال من فعل بآلهتكم؟ قالوا فعل احنا سمعنا في الثانية قالوا له إبراهيم قال من فعل بآلهتنا هذا؟ قال اسألوا كبيرهم هذا إن كانوا ينطقوا. والحجة لكنهم سبحان الله سرعان ما عادوا إلى ما كانوا عليه من غشاوة. فكيف يصدق إنسان قارئ فاهم؟ وهذا مما يدلك على أنه الجهل مش هذا جهل البصيرة أن يكون القلب قد طمس ما عندهش علم وجاهل بالدين غير عارف بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. شيء عجيب. انا لدي زميلتي تسكن بجانب الياب هي في التعليم معها وتلبس الحجاب وتقول انه شيء معناها عجيب ويقدسه الشيء لله كما نقول الشيء لله لكن انا ولا يصلي اي يصلي مرفوع عنه القلم غير مكلف لا يخاطب بالتكاليف الشرعية. يا رجل سيشفع فيك؟ يدعو لك بظهر الغيب تتوسل به بدعائه باستغفاره شيء ولا هكا ينسد يقول لك انا معطيتي ايش انا شنو معطيتي شنو معطيتي البركة معناها من عند العربية فما واحدة أخيرة معناها هي تعمل في الرياضة وقت قال أنا حالة خاصة معناها هي تعمل رياضة؟ هي أستاذة رياضة وقالت أنا مع ولات أصلي أما قالت أعطيتني من ليلة عربية تصلي الولية الصالحة أعطتني قلت لها كيفاش أعطتها لك؟ قالت لي أعطتها جاي ربي يسهلها لك كيفاش أعطتها لك ونحب نفهم ريكوموندي هذا راه كله باطل نعم كله دجل حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم كذبون كذبون أفاكون يكذبون على الخلق يأكلون أموال الناس بالباطل لا يجوز شرعا تصديق هؤلاء الهمج الرعاع الذين تركوا العمل بالكتاب والسنة
وبما جاء عن الصحابة الكرام، هؤلاء دجالون أفاكون، هذوما تجار الدين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل. إيش هذا؟ كلام فاضي، ما هي بركة تنتقل؟ إذا كانت تنتقل لانتقلت بركة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الذين هم خير الناس بإجماع الأمة، لا يوجد من هم خير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وهل انتقلت هذه البركة وما أدري جريان الماء من أصابعه صلى الله عليه وسلم أو الشفاء وكذا إلى آل بيته؟ كلام فاضي هذا. هم مش بس يزيع عنده حاجات، كيف ما بعد مرة واحد سجي حط البريد سون على الأخر يحطوه في فمه، هم يشوفوها كيف يقولك صحيح يعني هذا يشوفها. هكذا أرشد عمينا اقرأ الكرسي ولا أذهب طين حرق فمه ولا يفضل وقال أنا بدوي يقول شرعي أحوال شيطانية، هذه أحوال شيطانية أسيد. أنا شيء يا سيدي ما تهمتنا الكبرى احنا في هذوما يستعفوا الجنة مال شنو؟ هذه أحوال شيطانية، هذه أحوال شيطانية. نحن والله إلى الآن هناك من في العائلة يذهب إلى الجنوب في مطمطة، هناك ولية صالحة اسمها لا داعي يذهب هنا أساتذة ومعلم ومهندس رتب علمية عالية ويحملون الأكباش ليذبحونها كل عام. أعوذ بالله أعوذ بالله. وإذا جاءوا يوم العيد يبدو على أعصابهم، أنا والله ما كان مش على خاطر الصغار ولا مناخة، أستغفر الله وأتوب إليه. تعامل على ربي مزيان، أنت تتقرب إلى الله تعالى بعبادة الذبح، شنو مالك أنا مش على خاطر الذرية ما تاخذهاش؟ شو الكلام فاضي؟ ها؟ والله العظيم كلام هذا جاهل. هي سائدة هذه سيدي نعود يلا. احنا في بلدنا عندنا مثال عين تخرج الماء. ايش عين تخرج الماء؟ في موسم معين العين هذيك تجي في احد السكان هو باش يخرج منها باش يعبي الماء تولي دم، ويتحكم على السيد هذاك اللي ولد ما قدامه دم انه يذبح بقره. اي والله في بيجه خاطر سيد العالمين ما وما تعطيهمش ايه معاينة ديك أصبحت دم لازم هو حتى دم ما عندوش يوصل إنسان باش يبيع مثال على ليش ويبيع موجودة إلى الآن. إلى الآن مازالوا كيعملوها في الربيع هي وقت اللي تشتغل بيها البسيطة مانيش باش نبيع أنا الله المستعان. على كل حال الله عاد يسمع على جو من الغرب. هما سيدي هنايا هما صحاب شباب جاو الاخر دين جاو الاقصى اقصى الاماكن معناها شو شو الدين السيد علاش العمر هذا ساكتين توا ما مش يتحركوا تحس فيهم فيها تقصير سيدي. هذا يلزمنا نجمع هذه الامور بينهم في محاضرة في التلفزة او كذا لكن انتم ما باش تبينوها ما تفرجوش فيهم. اذا تشوف القنوات الاخرى تدعي الى سيدها ترمي لهم وسيدها ترمي لهم ولكن سيدي شمري توا خمي هذا هذا كلهم إما أن يكون بحالتين إما أن يكون ذلك بتغير شيء في الطبيعة بوقت ما ممكن أو يكون ذلك من تلاعب الشياطين والجن تتحكم في هذا هذا ممكن وارد لأن الناس هنالك لم يتخلصوا من عقيدتهم الفاسدة ومن اعتقادهم الباطل. اي ممكن هذا ايضا ممكن ترسل عليها باذن الله. طيب طيب وين بيجا كبيره الناس اسمها عمرو في طيب نواصل. اذا عرفنا الولايه لا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين امنوا وكانوا يتقون. طيب وبعدين لأن مسألة الإيمان والقدر أخذناها قول المصنف الآن وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. واضح؟ إيش؟ الحكم بغير ما أنزل الله مش نحبوها لكن سيدنا ولكن نحبوها. حفظ جاي إن شاء الله بحق خاطر لو أنت كبحث سيدنا لا كيف شيء حفظ الله
اللي هذه يعطيها ال شو اسمه؟ غير ولا؟ إيه إيه بعدين مش تنسيش. بيه تنجبها عندي بحثي. وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. إذا حكم أهل الكبائر في الآخر هذا هو البحث. مش حكينا عليها أنت يعني أهل الجماعة في. لكن في الدنيا. كلامنا في الدنيا أنهم لا يكفرون. واضح أنهم مؤمنون بإيمانهم فاسقون بكبيرة. الذي يتكلم عنه يعني الحديث عن أهل الكبائر على أصلين في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فهمنا شو في الآخرة. واضح. طيب نقول بالله التوفيق إن أصحاب الكبائر من المسلمين هم الذين ارتكبوا الذنوب الكبيرة. واضح. فهؤلاء يوم القيامة تحت مشيئة الله طيب تحت مشيئة الله إن شاء الله تعالى عفى عنهم وإن شاء عذبهم لكنهم لا يخلدون في النار ولا يعني ذلك أنهم يدخلون فنحن نؤمن خل اللخص أنهم أول حاجة لا يخلدون في النار اثنين أن منهم من يدخل الجنة فيغفر له ويدخل الجنة ومنهم من هو يعذب في النار ثم يخرج منها أي يغفر لهم يعفى عنهم سبحانه لا إله إلا الله مغفر لنا ورحمنا هذا ممكن واضح طيب احنا بحثنا في كون أن الذنوب فيها كبائر وصغائر وبينا هذه المسألة أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر قلنا أن الكبيرة هي اللي تعرف بحد أو بوعيد لا به ما نكتب نقول أن الذنوب تنقسم إلى قسمين كبائر وصغائر قال تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه كفر عنكم سيدخلكم ظلا ظليلا آية سورة النساء آية 31 وقوله تعالى أيضا في سورة النجم الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم اللمم المراد بذلك الصغائر كالنظرة المحرمة مثلا اللمم كنوع نوع من الصغائر التفسير بالمثال لكلمة لم به وقد اختلف الناس في حد الكبيرة يعني في تعريفها وضبطها وضع لها حد اختلافا كبيرا واسعا وأحسن حد للكبيرة أن نقول كل ذنب
كتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار أو تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم كقول مثلا ليس منا من غشنا فليس منا مثلا غش من الكبائر كيفاش عرفنا انه من الكبائر تبرأ منه النبي صلى الله عليه وسلم طيب احنا قلنا تعليم حد الكبير شو كل ذنب ورتب عليه حد في الدنيا أو توعد فاعله بلعن أو غضب أو نار أو تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منه فهذه كبيرة إلا التوبة. التوبة. أيه. طيب مثال ما لعن فاعله. قوله قذف المحصنات. قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة. هذه قذف المحصنات. كبيرة من كبائر الذنوب عرفنا ذلك بيش باللعن المترتب واضح؟ طيب مثال ما توعد به يعني ما توعد فعله بالغضب الغضب ترى هي من هم تني ذنب ذنب ترتب عليه الغضب تقوا كفار في سورة في سورة النور في مسألة اللعان والخامسة أن غضب الله عليها إن كانت من الكذب هذا في اللعان وقوله أيضا في القتال تولي يوم الزحف كبيرة من كبائر الذنوب قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله يعني إلا إذا كان سينتقل إلى مكان فكان يقاتل ثم ولى الجيش العدو دبره وأراد أن ينتقل إلى مكان آخر أو إلى فئة أخرى إلا متحيز لقتال أو إلى فئة أما إذا هرب فقد غضب الله عليه ما النبي صلى الله عليه وسلم تبرأ من ضربت الخدود وشقت الجيوب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية النائحة التي تمسك حويجها التي تلطم وتنشر شعرها أتت بكبيرة من كبائر الذنوب مش سهل حتى بغير الموت يعني في غضب ليس منا تمشوش هنا نفسكم صغاركم تبدو تعيطوا تنشوا تريشوا ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية يا رد بالي بنتي بتتغشش تبدو في روحها بالكف لا
طيب حاول انك تنصحي بالمقام المناسب. اذا عرفت ان وقت مش مغبى عليه لا تسمعك، خاصه اذا كان ولد صغير مات هذيك بعدين. طيب لا لا ليس فيها اثم، ما قلنا احنا انكار المنكر درجه بقلبك ما تنجميش تنكري ممكن. طيب كذلك مرتب عليه حد في الدنيا يعد كبيرا كبير الذنوب، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أما الصغائر فهي غير الكبائر، واضح؟ وهذه الصغائر تكفر بالأعمال الصالحة وتكفر باجتناب الكبائر، كما قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبنا أو إذا اجتنبت الكبائر. نكفر عنكم سيئاتكم، يعني احنا نريد نقول بهذه الآية، نريد أن نقول الصغائر التي تصدر من الإنسان ها فإنها تكفر باجتناب الكبائر، هذا فضل من عند الله. إذا الإنسان اجتنب كبيرة من الكبائر لم يفعلها ابتغاء مرضات الله مشتركة، ولم يفعلها لأنه غير قادر أو أنه ناسي، لم يشرب خمر لأنه ما عندهش فلوس، لكنه لو كان عنده مال لشرب، هذا لا يكون اجتناب للكبيرة، ينبغي أن يكون عن قصد وعن إيمان. إيه ينبغي الدافع له هو مش العجز. الترك هذا لا يكون عن عجز، إنما يكون عن اعتقاد وقصد وإيمان. طيب فإذا اجتنبت هذه الكبائر فإن هذه الصغائر تكفر به. أما الكبائر فإنها لا تغفر إلا بالتوبة النصوح. واضح؟ أو بالحدود المقدرة، فإن الحدود كفارات لأهلها. مثال قيم عليه الحد طهر من هذا الذنب لا أثر له يوم القيامة. فهمنا؟ طيب أما مرتكب الكبيرة كما قلنا فله حكم في الدنيا وحكم في الآخرة. أما في الدنيا فقد سبق ذكره، أما في الآخرة فكذلك ذكرناه منذ قليل. ولا واضح أنه ليس بكافر خلافا لمن الخوارج والمعتزلة. ماذا يقولون المعتزلة؟ في الآخرة فرق. المعتزلة في الدنيا يقولون هو في منزلة بين منزلتين، وفي يوم القيامة هو خالد مخلد في النار كافر. واضح؟ طيب أما حكم في الآخرة فأهل السنة والجماعة يقولون إنه تحت مشيئة الله
إن شاء الله غفر له ولم يدخله النار، وإن شاء عذبه ثم أخرجه من النار برحمته أو بشفاعة الشافعين له من أهل الطاعة. ماذا عندك بعدين؟ اقرأي لو ايش عندك. طيب، هو قوله وأهل الكبائر من أمة محمد، ايش قال؟ وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون. قال بعض العلماء إن هذه الجملة غير موجودة في نسخ، يعني قيل هذه لم ليست في بعض النسخ اللي هي وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ايه تحويها تحوي. طيب، لأنه قوله وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم هذا قيد له، قد يؤخذ منه حكم الكبائر هنا قد يكون مختص بأمة الإسلام. وأهل الكبائر من الأمم الماضية ليس عندنا في حكمهم دليل، إنما النصوص الصريحة جاءت في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قد قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة. فتعجل كل نبي دعوته، لكل نبي دعوة مستجابة، فتعجل كل نبي دعوته. وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، هي فهي نائلة إن شاء الله. من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. ولذلك فضل النبي صلى الله عليه وسلم على بقية الأنبياء عليه الصلاة والسلام يظهر في هذا الحديث. أما قول المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ قال كبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون، قال زاد قيدا إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين. عجيب، سبحان الله. إذا ماتوا وهم موحدون، إذا ماتوا وهم موحدون وإن كانوا غير تائبين، هذا قيد لا بد منه. وهذا هو محل الخلاف بين طوائف المسلمين، لأن التائب قد اتفقوا أنه قد تاب الله عليه
اختلفوا إذن في من؟ في من مات بدون توبة أو أي بمعنى هو إيش؟ مصر على المعصية. مات شارب الخمر، مات وشرب الخمر، لم يتوب منه، مات يفعل كذا إلى غير ذلك. واضح ولا؟ إذن الخلاف في من؟ في من مات وهو غير تائب، أي بمعنى إيش؟ أي هو المصر على المعصية الذي عرض نفسه للوعيد. طيب، وقوله الموحدون الذين شهدوا شهادة التوحيد. شهادة التوحيد، وهم الذين جاء فيهم الحديث، حديث الشفاعة ذكرناه، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من إيمان، أو مثقال خردلة من إيمان، أو مثقال شعيرة من إيمان. فهؤلاء يخرجون من النار. وكذلك حديث البطاقة، فهذا يدل على أنه من أهل الفضل. فقوله أهل إذا ماتوا وهم موحدون، أي شهدوا لله تعالى بالوحدانية. واضح؟ وهؤلاء حتى وإن لم يتوبوا فهم تحت مشيئة الله تعالى. أما الخوارج والمعتزلة فقد حكموا عليهم بالخلود في النار. قال الطحاوي رحمه الله، قال: وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم، إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، كما ذكر عز وجل في كتابه. هذا مازال كلام الطحاوي عندكم. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وإن شاء عذبهم في النار بعدله ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل الطاعة. واضح؟ طيب، أي بمعنى هم في الآخرة تحت مشيئة الله تعالى وحكمه، يحكم فيهم بما شاء، وحكمه عدل وجود. وإذا كانوا تحت مشيئة الله أيضا نقول فهم إما أن يغفر لهم ويدخلون الجنة بلا عذاب، وإما أن يعذبهم حسب ما تقتضيه حكمته ومشيئته، لكن يخرجون بعد ذلك من النار برحمته وبشفاعة الشافعين من أهل الطاعات. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
إلا الشرك فإن الله تعالى لا يغفره، فهذا لا يكون موحدا. فهمنا؟ ثم قال رحمه الله تعالى: ثم يبعثهم إلى جنته، أي بمعنى إذا خرجوا من النار فإنهم يخرجون من النار إلى الجنة. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأنهم يخرجون من النار وقد صاروا حمما. فيلقون في نهر بأبواب أو فيلقون في نهر بأفواه الجنة، يقال له نهر الحياة. فينبتون كما تنبت الحبة في حبيل السيل. يحيون من جديد. واضح؟ فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. واضح؟ فيدخلون الجنة. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته الذين خابوا من هدايته ولم ينالوا من ولايته. اللهم يا ولي الإسلام وأهله ثبتنا على الإسلام حتى نلقاك به. آمين. هكذا قال رحمه الله تعالى. قال: وذلك بأن الله تعالى تولى أهل معرفته. يعني هذا كله تعليل لأهل بما سبق، لأهل الكبائر: يوم وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وعفى عنهم بفضله، وإن شاء عذبهم في النار بعدله، ثم يخرجهم من النار برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. واضح؟ طيب. قال: ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. واضح؟ فالله سبحانه وتعالى لم يجعل المؤمنين كالكافرين في الدارين، ما دام أن في الدار الدنيا ميز بينهم، فهؤلاء أهل الإيمان وهؤلاء أهل الكفران، يوم القيامة أيضا لا يكونون في نفس الدارين. وظاهر كلامه رحمه الله تعالى أن الفاسق هو أخ للمؤمن وليس أخا للكافر. فما دام أنه أخ للمؤمن فإنه لا يكون يوم القيامة مع الكافر فيكون أخا لهم في النار. فالفاسق لا يجعله كالكفار المنكرين له أو المشركين به. ويبقى آخر بحث هو مذهب أهل السنة في الصلاة خلف المسلمين وعلى موتاهم، وبعدين قالوا الخروج على لا نشهد معي من أهل القبلة بجنة ولا نار، وجوب عصمة دماء المسلمين، وجوب السمع والطاعة بالمعروف لولاة الأمر وتحريم الخروج عليهم.
هذه هي أهم المباحث. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلي له وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاك الله خيرا.